الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارزقنا العافية في أبداننا، وارزقنا اليقين في قلوبنا، وارزقنا الشكر في صدورنا، وارزقنا الشكر في صدورنا، وارزقنا السلامة في طرقنا، وارزقنا السلامة في طرقنا، وارزقنا السعة في أرزاقنا، وارزقنا السكينة في بيوتنا، وارزقنا السكينة في بيوتنا، وارزقنا السعة في أرزاقنا، وارزقنا البركة في أولادنا. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا من أولادنا، وبارك لنا بأولادنا، وبارك لنا على أولادنا، وسخر أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى، وألِ قلوب أولادنا لمحبوبيتك كما ألنت الحديد لداود. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا لزوجاتنا وأصلح زوجاتنا لنا، اللهم أصلحنا لزوجاتنا وأصلح زوجاتنا لنا، اللهم أصلحنا لزوجاتنا وأصلح زوجاتنا لنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، وانصر إخواننا المستضعفين في بورما، وانصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أيدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم بملائكة من جندك. اللهم عليك بدولة الاحتلال والإذلال يا رب العالمين. اللهم عليك ببني صهيون، اللهم فل حدهم، اللهم أدل دولتهم، اللهم أذهب من أرضك سلطانهم، اللهم أذهب من أرضك سلطانهم، اللهم أذهب من أرضك سلطانهم، حتى لا يكون لهم سبيلا على أحد من عبادك الموحدين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ألا تبلغ بشار العيد يا أرحم الراحمين، اللهم لا تبلغه ولا زوجه ولا أولاده العيد، اللهم لا تبلغهم العيد، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن ترزقنا حب الخيرات، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وإقامة الصلوات وحب المساكين. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك.
عليك. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكلفت لنا به يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكلفت لنا به يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم أعزنا بالافتقار إليك ولا تذلنا بالاستغناء عنك. اللهم أعزنا بالافتقار إليك ولا تذلنا بالاستغناء عنك. اللهم كن كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك فصنها كذلك عن المسألة من غيرك يا أرحم الراحمين. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود لغيرك فصنها كذلك عن المسألة من غيرك يا أرحم الراحمين. اللهم اقطعنا عن كل قاطع يقطعنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم صلنا بكل موصول يصلنا بك يا أرحم الراحمين. اللهم قومنا إذا اعوججنا. اللهم خذ بأيدينا كلما عثرنا. اللهم كن لنا حيث كنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اجعل أسعد أيامنا وأرغد أحوالنا وأفرح ساعاتنا يوم أن يدخلونا عليك يا أرحم الراحمين. اللهم القنا تضحك إلينا ونضحك إليك يا أرحم الراحمين. اللهم القنا تضحك إلينا ونضحك إليك يا أرحم الراحمين. اللهم القنا تضحك إلينا ونضحك إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا من المقبولين الفائزين. وصل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.